في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية، فازت الشيخة مي بنت محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية بالإجماع، وللمرة الثانية على التوالي بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك خلال الاجتماع العام 29 لمجموعة الإيجمونت الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتضمن بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة أشادت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بدعم ومساندة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، التي أسهمت في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها وتبوؤ مملكة البحرين مكانة إقليمية ودولية متقدمة في هذا المجال، لافتة إلى دور مجموعة الإيجمونت في تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية على مستوى العالم. وأكدت أن حصول مملكة البحرين على هذا المنصب في المجموعة يعتبر فريدا من نوعه، ويؤكد ما تتمتع به البحرين من بنية تشريعية وقانونية من شأنها تعزيز مكانتها وسمعتها المرموقة فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.